مشاهدين أمراض الطفولة وحديثي الولادة تحديدا يعني مشكلة كبيرة تشكل الأمهات وتحديدا الأمهات الجدد، تكثر عندهم خلال بعد الولادة وما تعرف تتعامل مع الطفل أول مرة، ما تلام تسأل مني وتسأل منك وكيف تتعامل مع هذا الطفل وش تسوي وياه، لكن تجد الطفل قد معرض إلى أمر معين نتيجة الولادة وهي معارفة تكتشف هالشيء بعد سنوات. وفي بعض الأمهات يهملون الفحص الأولي لهذا الطفل بعد الولادة، يعطيها الدكتور مواعيد يقول له تعالي راجعي في الوقت الفلاني عشان الطفل نشوفه أوله. في البعض لا والله يكبر دماغه يقول والله ما له خلق، لا والله زين قاعد يأكل ويشرب ما في إلا العافية. بينما السونار والفحص اليدوي إن صح التعبير للدكتور الأولي لهذا الطفل مهم جدا. شنو الأمراض اللي تصيب الأطفال أيضاً وحديثي الولادة، أكثر الأمراض اللي تعرضون لها؟ راح نسلط الضوء على هذه المواضيع مع ضيفنا الكريم وشكراً لقبول هذه الدعوة، الدكتور عبد الجبار فرحان استشاري أطفال وحديثي الولادة. مساء الخير دكتور. مساء الخير. أهلاً وسهلاً فيك. كيف حالك؟ تمام الحمد لله بخير. عسى مو وايد الأطفال مراجعين هالصيفية هذه ولا كل والله هي مواسم، يعني هسه في موسم من الأمراض في مراجعين كثير هالفترة هذه. أغلب الأمراض دكتور هالفترة هذه تحديداً، هذه الفترة هسه الآن منتشرة النزلة المعوية، أمراض الإسهال والترجيع عند الأطفال. إيه شنو أسبابها دكتور؟ والعادة هي فيروس، هي أمراض النزلة المعوية عموما في كل العالم معظمها تكون فيروس عادة. في الكويت أيضا منتشرة عادة تكون في الصيف، في هذه الفترة بالذات عادة ما يكون فيروس، أحيانا تكون نوع من البكتيريا تبعها، وتتراوح الإصابة حسب مناعة الطفل وحسب قوة الفيروس أو البكتيريا اللي تصيب الطفل. دكتور عبد الجبار يعني معقولة هالإصابة الجماعية ما تروح مستوصف ما تروح عيادة إلا كلهم نزلة معوية؟ صحيح. معقولة يعني هو يستهدف الطفل، وين الطفل يدخل فيها الفيروس؟ ما هو الفيروس في الحقيقة يصيب الإنسان مرة واحدة بعمره، يعني الطفل ما عنده مناعة. صح. أنا وأنت عندنا مناعة، نكون إحنا مصابين وإحنا صغار. نعم. لكن الطفل ما مصاب فلازم يتعرف على الإصابة، ينصاب به خلص بعد انتهى. فلذلك تكون الأمراض تصاب الأطفال أكثر من يكبر ما ينصاب. عدل. ومن هذا الباب تجي أحيانا بعض الفيروسات نعطيها تطعيم. نعم. يكون التطعيم مهم، ليش نقول وقاية خير من العلاج. صحيح. تطعيم عند الولادة دكتور أو في سن معين؟ في حسب نوع الفيروس، حسب نوع التطعيم. مثلا الروتا اللي تنتشر، فيروس الروتا اللي ينتشر تقريبا بداية الشتاء أكثر، أحيانا يصير هو كل السنة نشوفه بالكويت في الحقيقة، لكن ينتشر بداية الشتاء نعطيه تطعيم. قبل فترة كنا نعطيه بالقطاع الخاص تطعيم الروتا، الآن إن شاء الله من شهر 8 راح يبدي التطعيم بالمستوصفات، يعني بوزارة الصحة. تطعيم ضد شنو هذا دكتور؟ الروتا فيروس معين يصيب الأطفال يسبب نزلة معوية قوية. وهذا إلى تطعيم معين في الحقيقة كل الدول تعطي التطعيم، يعني أوروبا أمريكا، الكويت إن شاء الله على شهر 8 راح يبدي ضمن التطعيم الأساسي. عاد تعرف أنت لما تطلع حملة تطعيمات تطلع الجهة الثانية لا تأخذ من التطعيم الفلاني، هذا مو زين، هذا الأعراض جانبية، هذا كذا كذا. وحضرتك اليوم معنا، هل ترى بأن هذا التطعيم مفيد لأطفالنا وضروري؟ نعم، أنا أشوف كل التطعيمات مهمة، وأنا أنصح كل الناس إنه يمشون على تعليمات وزارة الصحة. وزارة الصحة ما تبدي برنامج معين للتطعيمات إذا ما يكون على أساس علمي معين وعلى أساس دراسات معينة، مو اعتباطية المواضيع. يعني ما يكون المفروض هذا الموضوع لكلام الناس أو فلان قال. لا دكتور، في أطباء يطلعون من الجهة الأخرى وهم موظفين أيضا بوزارة الصحة يقولك لا يبلا تطبق الأمر، هذا الأمر مو صحيح، هذا ارفضوه كذا. بما ذكرنا التطعيمات شيء بشيء يذكر، إذا حاب نتكلم بهذا الموضوع الحملة اللي فاتت التطعيم عن طريق الفم ضد شلل الأطفال. صحيح. أيضا قاعد يخرجون أطباء يقولك يا أخي أنا طعمت عيالي وأنا بنفسي خذيت التطعيم عطيه. في المقابل أيضا طبيب لا احترامه ولا تقديره ولا دراسته يقولك لا تأخذ هذا التطعيم، هذا رفضوه كذا، هذا من أيام الحرب الفلانية، وقفوا أمريكا وقفوا. فأنا كمتابع كرجل عام ما أدري أتوه وين أروح معه، فالأسلم لي أني أنا ما أخذ التطعيم. فتعليقك على مثل هذه القضايا اللي تصير. ما هي هذا يعني أحيانا تلام بها وزارة الصحة، التوعية من وزارة الصحة. شوف الحملة التطعيمات اللي صارت ضد شلل الأطفال والحصبة الألمانية كانت في وقتها المناسب ومكانها المناسب، كانت ضرورية جدا، لأنه أنا شخصيا كنت أشوف حالات لحصبة ألمانية وحصبة، وهذا الشيء جديد نشوفه بالكويت، كان المفروض هذه الأمراض مختفية. نعم. فالتطعيم كان مهم جدا، أنا شخصيا طعمت بناتي من أول ما بدأت الحملة، ومثل ما قلت لك ما ممكن يكون يعني وزارة على مستوى وزارة الصحة أنه تبدي حملة على أساس اعتباطي، لابد انه لها اسس قانونيه واسس صحيه واسس علميه. الحمله صحيحه، كل الاراء اللي سمعتها انا سمعت من على السوشيال ميديا وبعض الاراء هي في الحقيقه اراء غير علميه وعلى غير اسس صحيحه واقوال غير صحيحه، يعني يقول لك هذا القطرات بالفم غير مطروحه، لا مو صحيح.
الكلام مو صحيح. يعني هي قطرات الفم موجودة ومن زمان موجودة ومو شيء جديد. يعني وزارة الصحة ما ضافت تطعيم جديد، مجرد أنه فعلوا التطعيمات السابقة لأنه صارت إصابات جديدة، فنحاول يعني نتغلب عليها كوقاية قبل لا تصير تكثر إصابات في المجتمع. إذا حضرتك ترى بأن أي حملة تطعيم تقوم فيها وزارة الصحة الكويتية بأن يتفاعل معها العامة من مواطنين ومن مقيمين وأن يقدموا على هذا الأمر دون خوف، لأن الوزارة بالتأكيد لا تبتدي شيء اعتباطاً وإنما وفق دراسات وتوجيهات دولية. صحيح بالتأكيد. دكتور، بعض الأطفال يعانون من احنا تكلمنا امراض الصيف اليوم، امراض النزله المعويه اكثر شيء. في ايضا امراض الان اللي مسافرين مثلا وردوا من السفر حاملين معاهم بعض الامراض، هل يختلف في الفيروس من بلد الى بلد؟ اكيد صحيح. يعني لهذا السبب تشوف كثير امراض نشوف بالكويت في الحقيقه اكثر من بعض الدول، لانه في الكويت في اللي نسميه تيرن اوفر، السفر وعدد المقيمين اكثر من عدد المواطنين. فلذلك المقيم يروح يجيب فيروس من بلده ويرجع. فاحنا مثل ما قلنا احنا انت تتعرف على الفيروس مره واحده بحياتك، لكن كم عدد الفيروسات؟ يعني مثلا شوف في بلد معين اللي ما في، خلينا نقول مثلا دول المغرب العربي، البلد اللي ما في مهاجرين كثيرين، بس اهل البلد، يكون نفس الفيروسات متعرفين عليها دائما، فما تكون اصابات كثيره. نعم. يكون يعني الاب والام مصابين، الام تورث جزء من المناعه للطفل، فالطفل يجي عنده مناعه اوريدي. جميل. لكن انت بالكويت انت قاعد يجيك مواطن من مختلف انحاء العالم، دخلاء، وكل واحد يجيب فيروس معه لازم تتعرف عليه، لذلك شوف الاصابات كثيره. شوف اصابات كثيره ما تلحق تتعرف عليها كلها. في الاطفال يصابون بامراض كثيره حتى الكبار. الجسم كم حده يتحمل مناعه دكتور؟ والله شوف مناعته يفهم. يعني اقول لك شيء، يعني مثلا انت اخذ فيروس الانفلونزا، نعم، اكثر من 400 نوع فيروس. الراينو فيروس هذول اللي يسببون النشله والكحه، الراينو فيروس اكثر من 80 نوع. يمتى تلحق تصاب بهم؟ طبعا انت ما راح تصاب بهم كلهم، انت تصاب كم فيروس من عندهم. نعم. كم وخلص، يعني اللي يكونون شائعين موجودين بهذا الوقت، وبعد ما تصاب بهم من كبير. بس تختلف من انسان لانسان دكتور، يعني احنا مثلا بيت واحد هذا طيحته شايده، هذا طيحته خفيفه، ما هي حسب وهي كلها في الونزه، حسب مناعه الطفل. يجوز هذا الانسان كان مصاب به سابقا والان انصاب به. فإذا مصاب به سابقا عنده مناعة، أخوه ما مصاب به يصير لازم ينصاب به. طيب هالحساسية يا دكتور، ما شاء الله الحساسية، عسى الله يعافي الجميع، أنواع وأشكال، ناس تقولك من الزرع، وناس تقولك من الكورونكاربس اللي موجود برا، وناس تقولك الطفل هذا عنده حساسية صدر، وهذا عنده حساسية ما أدري. الحساسية أشكال وألوان وأنواع ما أنزل الله بها من سلطان. أنت زين طرحت موضوع الحساسية، يعني موضوع الحساسية هذا موضوع مهم جدا. نعم. يعني حسب الدراسات، خلينا نقول على سبيل المثال الرب القصبي عند الأطفال وحساسية الأنف. نعم. تقريبا معدل إصابة الرب القصبي بالأطفال بالكويت حسب دراسة الآيزاك اللي صارت قبل كم سنة تقريبا 12%. يعني 12% من أطفال الكويت عندهم رب قصبي، اللي الناس تسميها حساسية، يعني نعم. حساسية صدر، أسماء مختلفة لكن هي في الحقيقة نفس المرض. اللي يأخذ لها كمام هذه، اللي يأخذ لها كمام. الحساسية تبدي من انت صغير، تبدي عاده في شيء يسميه احنا مارش، انه يبدي من الاكزيما، هو طفل حساسيه الاكل، وبعدين حساسيه الانف، وبعدين الرب القصبي يسموه اتوبك مارش. الحساسيه بصوره عامه بالعالم هي منتشره اكثر، وفي نظريات مختلفه ليش الحساسيه، يعني صارت نسبه الاصابه بالحساسيه اكثر من يمكن في بعض النظريات، مثل نظريه الهايجين ثيرابي، يسموه نظريه النظافه. يعني في المجتمعات اللي تكون متطورة أكثر، نظافة أكثر، تقل الإصابات بالبكتيريا والتلوث، تزيد أمراض الحساسية، لأن الجهاز المناعي يصير ما عنده شيء قاتله، يجي قاتل أشياء طبيعية. يعني مثلا أنت ليش تتحسس من موز أو تفاح؟ وهذا شيء طبيعي المفروض ما تتحسس من عندما تأكله، ليش تتحسس من فراولة؟ ليش؟ لأنه الجهاز المناعي صار يخربط، بدل ما يقاتل جراثيم ما عنده جراثيم كثيرة يواجهها يقاتلها، صار يتوجه نحو اشياء طبيعيه. يعني الجراثيم مهمه انك انت تتعرض الى عزك الله اوساخ، تتعرض الى صحيح. شيء معين، حتى صحيح. الجسم هذا الموجود فيك يشتغل على شيء الضار ويقاتل، هي رب ضاره نافعه. يعني في الغرب احيانا بعض العوائل يبعثون اطفالهم على الكونتري سايد، على الريف، نعم، حتى يتعرضون الى بعض الجراثيم حتى يقوى جهاز المناعي. احنا نشوف الحين نقول خلي عيالك خليهم يركضون حفايه بالشارع، خليه ينجرح، مو لهالدرجه مو لهالدرجه، بس نقصد انه يعني مو كل شيء يصاب به الطفل هو سيء في الحقيقه. احيانا بعض الامراض اللي هي امراض الجهاز التنفسي وهذا هي مفيده في الحقيقه للطفل، مفيده من ناحيه انه
لما تكثر الالتهابات او يصاب يقوى جهاز المناعي ويتوجه باتجاه صحيح بدل ما يصير عنده امراض الحساسيه اكثر. زين هذا ما ياثر عليه الكمام اللي ياخذه بين فتره وفتره؟ لا وانه يقول لك لا يتعود عليه الطفل مو زين، تعرف بعد الناس ما شاء الله كل واحد عنده. هذه ايضا فكره خطا. إيه؟ يعني حسن. يعني انت وقاية انا اللي اعرفه. لانه اي لا مو وقاية، شوف انت طفل مثلا مصاب بالربو القصبي. نعم. احنا نعرف انه هذا الطفل راح يظل مصاب عادة احيانا يظل الى 12 سنة. نعم. وبعدين يختفي. من يصعدك ضيق نفس بالاصابة الاولى وانطيته كمام. ما راح يتكرر الحالة مرة ثانية. نعم. راح تعطيه كمام مرة ثانية. صحيح. الناس يلومون العلاج بدل ما يلوم المرض. يقول لك ليش اعطيته كمام تعود عليه؟ لا ما تعود عليه، هو لانه الحالة راح تتكرر. ضيق النفس راح يتكرر، فلذلك راح تعطيه نفس العلاج. يعني مثل ما واحد مسخن تعطيه بنادول. بيسخن بالمستقبل راح تعطيه بنادول مره ثانيه. ويقول لك ايضا الجو له دور، لان احنا باليوم او ما شاء الله اليومين برد، بعدين غبار، بعدين حر، بعدين مطر، بعدين برد، يقول لك هذا ايضا هذا التقلب في الجو هو سبب هذه المشاكل. هي اللي يسموه التلوث البيئي البوليوشن له دور. لكن الحساسيه اساسا جين ممكن يثير اي شيء يختلف. لازم يكون جين ويجي التريجر. يجي العامل البيئي كعامل مساعد، لكن في الأساس لازم يجي. هذا دكتور موضوع كبير، لأن أنا ممكن جداً. اليوم أتعرض إلى فايروس من خلال هذه ذكرناه قبل شوي. الكويت ما شاء الله محتضنة كثير من الجنسيات المختلفة، ويأتيني بفايروس جديد. صحيح. أنا قد يحتضن اليوم جسمي وأورث أبنائي، فأخلق فايروس جديد في جيناتي أنا المواطن، ها تورث أبنائي باكر، وإحنا أساسا الأساس الجد ما كان عنده هذا المرض موجود. هل فهمت انا الفكره صحيحه؟ يعني ممكن تنتقل؟ مو بالضبط، يعني انت من تصاب به انت لا راح يصير لك مناعه، انت راح تورث المناعه مو تورث الفيروس. ها اورث انا المناعه. زين بالعكس، يعني راح يستفادون من الجيل، ما راح مو راح يضرهم. ختاما دكتور، الخلع اللي تكلمنا عنه في البدايه، هذه المشاكل الامهات اللي قاعده يعانون منها، شنو نصيحتك لهم؟ شوف الخلع الولادي ايضا يعني شيء مرض شائع وعاده يصيب البنات اكثر من الاولاد. في الحقيقه احنا بصوره عامه كاطباء اطفال نسوي سكرين لكل الاطفال، وهذا عالمي. السكرين راح يكون على اساس انه الفحص اليدوي الفحص السريري، ونعرف انه اذا هذا مثلا عنده اكثر ريسك لخلع ولادي او لا. نعم. بعض الاطفال اللي مثلا عندهم ريسك اكثر، مثلا اللي هم جايين على مولودين على المقعد او عندهم شيء بالعائله، هذا نسوي لهم الترا ساوند اللي هو السونار في عمر الشهر معين. طبعا وهذه في نظريات كثيره، بعض الناس تقول ان السونار لا مو ضروري، بعض الناس تقول ان السونار ضروري، بعض الناس يسوي روتين، بعض الناس يسوي. انا شخصيا ما اسوي روتين، يعني على الفحص اليدوي، واذا عنده اكو شيء ريسك او اكليك او مثلا شيء بالعائله نسوي سونار بعدين بعمر الشهر. اذا ممكن نكتشف احيانا حتى مع سونار ما تكتشفه. سبحان الله. اي وتظل لحد الاربع شهور خمس شهور بعدين يمشي الولد مازال. لا قبل المشي، يعني قبل ما يوصل المشي اربع شهور خمس شهور اذا ما زار الشك ممكن نسوي اشعه. بالأشعة أيضا في أكثر من في أعراض حق الطفل دكتور، يا إن مثلا حركة ريل. لا 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 أبدا ما يوجع، هو بالفحص يبين. يعني ما في أي تعابير عند الطفل؟ علامات بالفحص مو تعابير، وإنما شيء تشوفه بالفحص. أنت قلت لا المانيوال ممكن يبين معاه، لا بالأجهزة يبين بالمانيوال. يبين بالمانيوال بس مو دقيق جدا. إيه أوكي هذا القصد. ويبين بالسونار لكن أيضا مو دقيق جدا. نعم. وممكن يبين بالأشعة بعدين. نتمنى السلام للجميع. دكتور عبد الجبار فرحان استشاري أطفال وحديثي الولادة، شكرا جزيلا لك لقبولك هذه الدعوة. شكرا جزيلا. كل شكر لضيفنا الكريم. مشاهدينا وصلنا معكم إلى ختام حلقتنا لهذا المساء، يعني فقرات متنوعة ومختلفة بما يحمل من طيات برنامج مسائي. مثل ما عودكم نطرح العديد من القضايا ومن المواضيع، ممكن فقراتها متنوعة مختلفة وإن كان وقتها قليل، لكن احنا نطرح الفكرة ونطرح الموضوع بشكل عام، وبدوركم ممكن تتنبهون وتبحثون عن هذه المشاكل اللي إيجاد لها حلول. شكرا لكل من تابعنا، تقبلوا تحيات فريق العمل، تصبحون على أمن وأمان. صاحب الأبدان، كنت معاكم راشد حسن، إلى اللقاء.